ما النظرة المحددة للمخطوبة من الخاطب وما تفصيل ذلك في الشرع؟ النظر المرخص فيه من الخاطب للمخطوبة هو ما يدعوه إلى نكاحها ويراقبه فيها، وذلك يحصل بالنظر إلى الوجه والكفين، ينظر إلى وجهها وكفيها، وهذا النظر يكفي في قبول هذه المرأة أو عدم قبولها، لأنهما يدلان على حالتها من الجمال أو من الدمامة. نعم. هل هو مرخص فيه أو مرغب فيه؟ هو مرخص فيه من ناحية أنه استثنى من محظور، لأن الأصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فاستثنى نظر الخاطب إلى المخطوبة يكون رخصة من هذه الناحية، وهو أيضا مرغب فيه لأنه فيه مصلحة، وهو أن يعرف هذه المرأة ويتعرف عليها قبل العقد هل تصلح له أو لا تصلح. هل ما يفعله الناس اليوم من إدخالها عليه في حضرة بعض محارمها كما أمر أن ينظر لها الرجل في غير علمها؟ كلا الأمرين جاهز. الحمد لله. نعم، إن سواء نظر إليها بإحضارها مع محرمها من غير خلوة بينه وبينها، أو أنه ترصد لها ونظر إليها من غير أن تعلم ذلك، كلا الأمرين جاهز. والأمر الثاني أحسن، وهو أن ينظر إليها وهي لا تدري، لأنها إذا علمت يمكن أنها تتصنع تتزين بما ليس من حقيقتها، أما إذا نظر إليها وهي لا تعلم فإنه يراها على خلقتها وعلى أصلها. ربما يكون أيضا في كسر لخاطرها حينما تنظر وهي تعلم ثم لا تقبل. وكذلك نعم، إذا أيضا هذا فيه جبر لخاطرها، لأنه إذا نظر إليها وهي لا تعلم ثم قرر رأيه بالقبول أو عدم القبول أو عدم يعني بالإقدام أو عدم الإقدام، كان هذا أستر لها وأبعد لها عن أن يكون في نفسها شيء من هذا الصنيع. نعم.